مرحبا فيكم تاني من أحد أهم الأماكن السياحية في بوندي مدينة بيتش. سيدني، بوندي بيتش. يس، أنا وآدم اليوم موجودين هون، وهذا المكان طبعا من أشهر الأماكن السياحية. في كتير بيتشز موجودة في سيدني، بس هذا من أشهر الأماكن اللي موجودة بتجي السياح كتير. اسف شويه، حكينا البرونسيشن تبعت البونداي بيتش مش بوندي بيتش. ادم هلا حكاها بوندي بيتش، يمكن انا حكيتها، بس هي بونداي بيتش. في خليج بسيط هيك، في روكس غاد وروك غاد. رحنا امبارح مكان في سيدني على بيتش، يعني لقينا في نت في شو اسمه في البحر. فلما سألنا قالوا لنا هذا عشان الشاركس ما يدخلوا على الناس، فالناس مسموح لهم بس يسبحوا في النت اريا. طبعا شيء غريب لانه هذيك المنطقه فيها شارك، هون ما فيها شاركس. هاي المنطقه فيها كثير اماكن بيعملوا سيرفينج، زي ما انتم شايفين وراي هلا الناس عم تعمل سيرفينج. لانه مدينه سيدني فيها شغله غريبه انه ما فيها يوتيرن، وهاي شغله غريبه جدا، يعني يمكن اول مدينه بشوفها ما فيها يوتيرن في الشوارع لما بتسوق. وللي ساكنين في كندا هم بيعرفوا انه في عندنا مدينتين في كندا اسمهم سيدني، مش واحده، واحده في نوفا سكوشيا واحده في بريتش كولومبيا. استمتعوا بهالمنظر الجميل، حخليكم حورجيكم شويه وان شاء الله تنبسطوا. نراكم. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.